السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد في هذا الفيديو. الذي ستعرفوا اليوم كيفية شكايات إعادة صحة بالنسبة للامتحان الوطني وأيضا بالنسبة للامتحان الجهوي بعد البلاغ الذي أخرجته وزارة التربية الوطنية. هذه العملية تتم في 4 مراحل. أول مرحلة الدخول إلى بوابة مسار أو متمدرس، ثم إيداع الشكايات. ثانيا الضغط على إضافة. ثالثا ملء البيانات ثم الضغط على حفظ. وأخيرا هنا يكون الطلب قد سجل. نتعرف على ذلك بالتفصيل. بعد الدخول إلى بوابة مسار سنضع رابط أسفل الفيديو، مسار سيرفيس أو متمدرس. ونفس الشيء ندخل إلى تقديم شكاية كما ترون في الصورة، رمزها إن هي أول مرحلة. ثم بعد ذلك تظهر لنا لائحة الشكايات ونضغط على إضافة. بعد ذلك تظهر لنا هذه الصورة، نوع الشكاية نضغط على أخطاء مادية المرحلة الأولى. ثانيا امتحان وطني الدورة الصدرية أو الدورة العادية أو الامتحان الجهوي كما هو حاليا. نضع المادة، اختيار المادة التي فيها الخطأ، رقم الهاتف، ثم عنوان، بعد ذلك طلب إعادة تصحيح المادة المراد إعادة تصحيحها، وبعد ذلك نضغط على حفظ. أما بالنسبة للمرحلة الأخيرة كما ترون تظهر لنا هذه الصورة، ويكون طلبنا قد سجل. ننتظر لك هنا يكون الطلب قد مسجل، أو هنا يكون الطلب مسجل. بالتوفيق إن شاء الله للجميع، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. ولا تنسوا الاشتراك والمشاركة مع باقي أصدقائكم حتى تصلهم المعلومة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.